أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين النبي الأكرم الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة من الله وبركاته. أول كلمات هذا الدعاء الموسوم بدعاء أبي حمزة الثمالي: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك. لا تؤدبني، الأدب هنا نذكر كلمة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم التي يقول بها: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وما نفهمه من الأدب، الأدب هو الجمع على الشيء. كيف نقول مأدبة؟ يعني من يجتمع على طاولة بصير مأدبة. من يجتمع على أمر يعتاد عليه يقال له أدب، لأنه اجتمع على أمر اعتاد على ممارسته. وصارت الكلمة مشهورة بالتهذيب والتربية، يعني عندما تقول والد أدب ولده يعني رباه تربية حسنة. ومن هنا انصرفت اللفظة واشتهرت بهذا المعنى. ولهذا عندما نسمع كلمة تؤدبني يعني تربيني، تهذبني، تعلمني، وهذا فعلا هو المقصود. وهنا فيما فهمناه من كلام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أن تأديب الله سبحانه وتعالى هو التوفيق والتسديد للقرب. في مسألة القرب وفي شؤون التربية، وهذا ما نستعمله حتى في حياتنا مع أولادنا، مع أطفالنا، والأستاذ في مدرسته، في بعض الناس لا ينفع معهم التهذيب والتربية باللطف بالترغيب، ينفع التأديب يعني التربية والتهذيب بالترهيب بالعقاب. الإمام سلام الله عليه في هذه الكلمة ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول: إلهي، هذه الكلمة التي اختصرت كل معاني القرب وكل معاني التعلق بالله سبحانه وتعالى، أنت أيها الصائم، أنت أيتها الصائمة، يا من تجلس في السحر وتقول هذه العبارة: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، تريد أن تقول: يا رب، هذا المخلوق الذي خلقته، هذا العبد وهذه الأمة في هذا الوقت الذي يجلس فيه والذي يتحقق من خلال هذا المجلس وهذا المحضر حركة القرب، حركة التعلق، يعني قابلية هذا العبد للتربية وقابلية العبد للخضوع لله والطاعة لله، فهي تنجذب بأدب اللطف وليس بأدب العقوبة. وهذا معنى: يا من سبقت رحمته غضبه. يعني الرحمة الله سبحانه وتعالى هي التي يظهرها على عباده، هي التي يظهرها على عباده ويريدها لعباده. وهذا هو عنوان التربية التي الله سبحانه وتعالى يزكي فيها، يعلم ويزكي ويعلم ويربي عباده. ومن هنا جعل هذه الواسطة النبي أهل البيت عليه الصلاة والسلام وهذه الكلمات الخاصة ليعرف العبد كيف يستنزل الرحمات
من الله سبحانه وتعالى. نحن نتعلم في محضر هذا الدعاء وفي محضر هذه الكلمات أننا نستنزل من الله سبحانه وتعالى الرحمة. وهنا يحضرني رواية لرجل في محضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بسط يديه بين يدي الله وكان يقول: اللهم، مضمون الرواية أنه إذا أردت أن تعاقبني وإذا أردت أن تنزل علي العقاب فعاقبني في الدنيا وأنزل علي العقاب في الدنيا وأدبني في الدنيا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن زجره، قال: استنزل الرحمة واستنزل العفو، لا تستنزل الغضب ولا تستنزل العقاب، بل استنزل العفو والرحمة. فقال: يا رسول الله، ماذا أقول؟ قال: قل: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. هي هذه مدرسة واحدة. الإمام زين العابدين عليه السلام يريد أولا هو وهذا الذي ظهر منه لهذا الرجل الخاص ومنه إلينا ولعموم الإنسانية، لمن يريد أن يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى، وبالخصوص شيعة أهل البيت عليه الصلاة والسلام الذين يعرفون من هم أهل البيت وما هي هذه المدرسة وما شأن هذه الكلمات: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، يعني لا تجمعني عليك بسير خاص ومسلك خاص بالعقوبة، ولا تمكر بي في حيلتك. المكر له جهة مذمومة يفعلها العباد، وله جهة ممدوحة يفعلها الله سبحانه وتعالى. الجهة الممدوحة التي يفعلها الله عز وجل هي التصرف، يعني أن يتصرف يعني تصرف بقدرة وتلطف لإيصال العبد إلى الغاية المحبوبة والمرجوة. يعني مكر الله بحيلة هي ولا تمكر بي في حيلتك، يعني كأنه يريد أن يبين المكر والحيلة الحقيقية التي لله عز وجل. المكر والحيلة الحقيقية التي تصدر من الله سبحانه وتعالى هي هذه: التصرف بقدرة ولطف للوصول بالعبد إلى غاية تقربه من الله سبحانه وتعالى لا تبعده. يعني العبد هنا يستنزل من الله سبحانه وتعالى الرحمة، ويستنزل تدخل الله عز وجل في الأسباب للوصول إلى بر الأمان. وهذا بحث يطول شرحه، وهذا ليس بالضرورة أن يكون هناك جبر كما حصل مع زكريا عليه السلام عندما دخل إلى مريم. هنالك دعا ربه، هنالك يعني في زمن خاص في وقت خاص دعا زكريا ربه، فلما دعا ربه استنزل عطاء إلهي بظروف معينة، فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الأسباب في خدمة ما طلبه زكريا عليه السلام. وهكذا كل مؤمن: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كذلك هناك استنزل الرحمة والمغفرة والعفو، وهنا كذلك وفي كل دعاء، وخصوصا في هذا الوقت، وقت السحر، الوقت الخاص الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. وهذا من أخص خواص الأوقات الزمنية في شهر رمضان المبارك، الذي يعتبر قلب وحقيقة المحضر الذي يتلقى به الإنسان هذه الرحمات الخاصة. ومن هنا هذه الفقرة، هذه العبارة، هذه الكلمات: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك. هذه تختصر قول العبد
الذي يظهر حقيقة ضعفه وحقيقة تعلقه بالله والحاجة إلى الله، وأن التقويم بيد الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يطلب العبد تقويم نفسه من الله سبحانه وتعالى بالتذلل إلى الله، وهذا هو الداعي الأساس في إصلاح هذه المملكة الخاصة، مملكة العبودية لله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.